في مؤتمر صحفي على الهواء خرج وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي: لم أقصد في كلامي عن حرب اليمن الإساءة لأحد. الأمر بدا أشبه بطلب استرحام ليكرر قرداحي ما سلف منه بقوله: لم أقصد، لم أرد الإساءة، كان هذا قبل أن أكون وزيراً. في إشارة من قرداحي إلى تصريحاته المسيئة ضد دول الخليج بما يخص حرب اليمن، ورغم أن قرداحي أرجع قراره الاستقالة الآن لتجنيب لبنان الأذى ودعماً لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح الحال بين لبنان والخليج، إلا أن تسريبات أعلامية أكدت أن قرداحي تلقى أخيراً أوامر من حزب الله للاستقالة بعد قرار إيراني بحرق ورقة قرداحي لتهدئة غضب اللبنانيين ضد حزب الله. وأنت، هل لديك رسالة لقرداحي بعد استقالته؟